السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الثانوية العامة صباح الخير. كنت عايز بس أقول لكم حاجة بخصوص البرامج التعليمية بالتلفزيون المصري. بتنزل مراجعة صباح الامتحان أو بتعاد مراجعة ليلة الامتحان قبل الامتحان على طول على القناة التانية. هي بتتذاع في الأصل المفروض على قناة القاهرة، بس غالبا بيكون على الأرضي، لكن أنا مش مسجل غير من فضائي، وكمان مواعيدهم مش بتبقى ثابتة. فالمضمون اللي هو بيجي في القناة التانية الصبح بس صباح الامتحان، فأنا مش بلحق إن أنا أرفعه في نفس اليوم أو قبل الامتحان. مفيش وقت طبعا، لسه ساعتين تقريبا على الامتحان بتاعكم اللغة الأجنبية التانية، ربنا يوفقكم إن شاء الله، سواء فرنساوي أو إيطالي أو ألماني أو أسباني. فحبيت أقول لكم إن هي بتيجي ميعاد الإذاعة بتاعها صباح الامتحان بيكون الساعة 8 الصبح، يجيبهم حلقتين كل حلقة نص ساعة. ممكن النهاردة على حسب بقى، برضو ممكن يزيدهم لغة فرنسية واقتصاد، غالبا هيزيدهم لغة فرنسية واقتصاد لأنهم جابوا أمس الألماني والإيطالي. فاللي عنده وقت إنه ممكن يشوفها قبل الامتحان مباشرة مفيش مشكلة، اللي مراجع ومظبط حاله خلاص. بس حبيت أعرفكم إن في أي يوم أي امتحان بيجيبوا مراجعات قبل الامتحان الساعة 8 الصبح أو الساعة 7 الصبح بتوقيت القاهرة. الساعة 7 الصبح بتوقيت القاهرة بتعاد الحلقات اللي جت على القاهرة اليوم اللي قبله. اللي عنده بقى القاهرة التلفزيون الأرضي بس أرضي، اليوم اللي قبله ممكن بيشوفها، أو اللي بيكتفي بمراجعات مدرسة على الهواء مفيش مشكلة إن شاء الله، ربنا يوفقه من أي مراجعة وشكرا. بس هفكركم بتردد القنوات دي عشان اللي مش عنده. دي القناة التانية اسمها على الريسيفر الثانية انجليش، وده التردد بتاعها اللي هو 11488. بالنسبة لقناة القاهرة وشبكة قنوات المحروسة كلها ترددها 1 وهو 1. تردد قناة القاهرة اسمها برضه على ريسيفر القاهرة الإنجليش، وترددها 11227. وأيضا بتعاد أحيانا بيجي على قنوات خاصة قناة القناة الرابعة اللي هي قناة القنال، لها نفس التردد برضه. أحيانا بيجيبوا ليلة الامتحان نفس التردد 11227. كنت عايز أأكد بس إن الحلقات اللي بتتذاع على القناة التانية صباح الامتحان بتتسجل وبرفعها على اليوتيوب، ولكن بعد الاختبار فمش بتفيدكم انتم، بتفيد طلاب الدور التاني وطلاب العام القادم، عشان الناس ما تستغربش إن برفع الحلقات بعد الامتحان. هو ده الغرض من رفعها بعد الامتحان. وبالتوفيق إن شاء الله في اختبار اليوم وفي بقية الاختبارات.